تاريخي يعني من وجهة نظري موسم تاريخي في كل حاجة، في يعني في الوقت، في المدة الزمنية. ده النهاردة بتتكلم في موسم عدى سنة، عدى 12 شهر، تمام؟ في توقفات، في تعثرات، في بس انت لو بتقيم من اول الموسم، النادي الاهلي في حته وبقيه الانديه في حته تانيه بتتكلم في خالص. الدوري، يمكن بعض الناس كمان بالظبط، كانوا بيتكلموا عن النادي الاهلي ان هو واخد الدوري من الدور الاول. دي حقيقه، ده انت دي حقيقه. انا السنه دي بتكلم على الدوري بس. بالظبط، السنه دي، ما انا عشان كده بقول لك، كان بص، كانت المشكله او كان القلق شويه كانت بطوله افريقيا، وعلشان كان النادي بقى له فتره بعيد. بعيد او بقى له فتره ما بيكسبش. وصل اتنين فاينل وما ما كسبش، خدهاش. فكان الدنيا قلق شويه. انما انا عايز اقول لك على حاجه بقى، الفتره اللي هي ما بعد الكورونا بينت الفرق ما بين اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي واللعيبه اللي موجودين في بقيه الانديه حتى على مستوى افريقيا. اللعيبه دي كانت بتتمرن، اللعيبه دي كانت بتجهز نفسها، اللعيبه دي ما خدتش وقت طويل لما النشاط رجع او لما التمرين رجع، ما خدوش وقت طويل ان هم يجهزوا ويكونوا موجودين. حته الجاهزيه دي فرقت مع لعيبه النادي الاهلي، فرقت في الدوري ان انت كملت وحسمت من بدري، فرقت في افريقيا. يعني انت حتى لو الجاهزيه دي يا كابتن ما خلتش اللعيبه تتاثر برحيل مدرب وان يبقى في مدرب جديد، يعني من وجهه نظرك؟ بص، لو انت عندك مجموعه اللعيبه اللي موجوده عندهم الفكر الاحترافي وعندهم الامكانيات الفنيه العاليه، لا هيقدروا يتاقلموا مع اي مدرب جاي في وقت قليل. دي حاجه. الحاجه التانيه اللي ساعد شويه ان الاثنين مدربين بيلعبوا بنفس السيستم. هو ما حصلش تغيير يا كابتن. بالظبط، بقول لك الاثنين مدربين بيلعبوا بنفس السيستم. ممكن تلاقي، طب ممكن، معلش يا كابتن، هو ممكن موسيماني عشان لما جه في وقت قصير ممكن يكون هو بيلعب بسيستم مختلف لكن اضطر ان هو يلعب بالسيستم ده عشان الوقت قصير؟ يعني هل ممكن نشوف يعني الموسم اللي جاي نلاقي موسيماني بيلعب بطريقه مختلفه؟ ما هو ده بقى اللي هيجاوب لنا عليه الماتشات. انما احنا بنتكلم في في اللي احنا الاطار وفي شفناه، الوقت في ده. اللي حصل. الاثنين مدربين بيلعبوا بنفس السيستم. ممكن انا اختلف عنك ان احنا بنلعب بنفس الطريقه، بس ممكن الواجبات تختلف شويه، ممكن تحركات تختلف شويه، طريقه اللعب. يعني انا حتى قلت الفتره الثانيه اللي هي بعد كورونا مع فايلر، انا شايف النادي الاهلي كان معتمد بشكل كبير جدا على اللونج باص وعلى الكور الطويله عكس الدور الاول. لبادجي، عكس تمام، الدور عكس الاول. الدور الاول. بالظبط، الوقت اللي جه فيه موسيماني، انا حته الفرق بقى اللي انا بقول لك عليها، لا كان في شكل من تحت، كان في تحضير من تحت، كان في بناء هجمه. ده كان يعني ده كان الاختلاف اللي كان موجود شويه ما بين الاثنين اللي كانوا موجودين. انما لو بتتكلم في طريقه لعب في سيستم، كان هو نفس السيستم ونفس طريقه اللعب، فهتلاقي الامور بالنسبه للعيبه سهل. مش هتلاقي صعب. يعني المباريات في الدوري هي اللي هتقول ان موسيماني غير اداء الفريق او غير نظامه وسيستمه كابتن بالظبط، في بالظبط. المباريات القادمه. والنتائج والضغوط اللي انت بتتحط فيها والمواقف اللي انت بتتحط فيها، يعني ما في مباريات هو نفسه عمل فيها حاجات ما كانتش متوقعه للناس ولا المحللين ولا النقاد ولا لاي زي ايه حاجه. يا كابتن مثلا؟ زي مثلا في ماتش لما نزل بادجي وطلعه تاني لما النتيجه اتغيرت. ما هو ده، خلي بالك، ده مش اي مدرب يقدر يفكر في الفكر ده. يعني في ناس يقول لك لا ده لسه نازل، انا حتى لو عايز اغير ممكن اطلع حد تاني واغير في المراكز بتاعه اللعيبه، اغير في الواجبات بتاعه اللعيبه. لا، هو كان عنده الجرأه وعنده القدره ان هو عايز يعدل حاجه في الملعب. لما اتطرد، كان عمرو السوليه تقريبا اتطرد، تقريبا يا كابتن، مظبوط كده، قام عامل تغيير تاني، قام مطلع اللعيب اللي هو نزل. فدي ما دي تفرق مدرب عن مدرب، او تفرق فكر عن فكر. يعني فاهم قصدي؟ اللي هو انا عايش الماتش، انا شايف الظروف ايه، انا يعني طريقه لعبي وتغييراتي اللي بيحددها المجريات اللي ماشيه فيها.